ألف مبروك. تقول لي كيف الجمهور؟ ممتاز الجمهور اليوم حضور ما شاء الله، وأيضا فوز مستحق كابتن. يعني يمكن الهدف الرابع كانت الفرحة أكبر بتسجيل نايف الزازي اللي غاب عن مباريات كأس الملك، اليوم يعود ويحضر بهدف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله وأشكر طبعا على هذا الفوز اللي كنا نحن محتاجينه في هذا الوقت، خاصة بعد عودة الفريق الحمد لله بالشباب. والله حتى المجموعة اللي راحت يعني كانت نور، رضا، إبراهيم، مبروك، مونتي، كلهم اللي كانوا موجودين كلنا بالعكس والله يد واحدة وبنجري اتصالات مع بعض لأجل هذه البطولة، والاتصال الأول والأخير بعد الله عز وجل هذا الجمهور اللي انت شايفه ساندنا من بداية البطولة وساندني أنا شخصيا بقوة خاصة الفترة هذه الأخيرة. أشكرهم، أشكرهم من قلب، أشكر كل من وقف من خلف نايف، وبإذن الله ما عاد لنا أي أعذار، ما عاد لنا الكاس إن شاء الله، إن جاء الأهلي والشباب الله حقيقة أي فريق يبغاه الآن خاصة بظل النشوة هذه إن شاء الله الكاس بإذن الله. تغيير داخل أرضية الملعب كابتن من الأمور الفنية أتكلم؟ لا والله، والله شوف بالعكس اللهم الناس بتعطي وزيادة وهذا هو اللي كان مطلوب، وبأخص بالشكر يعني بغض النظر الحمد لله أبغى أقول للجمهور أنتم تدعمون يعني بدون داعم أول شيء، فأتمنى إن شاء الله حضورهم كمان في الرياض، ونيابة عني وعن زملاء اللاعبين وعن الجمهور الاتحادي نتحمد الله بالسلامة للاعب نادي الهلال الكابتن عبد العزيز الدوسري، وإن شاء الله بإذن الله نتمنى له عودة حميدة بإذن الله. هذا البادرة كابتن الحين صفحة جديدة مع الاتحاد إن شاء الله؟ إن شاء الله، لا بالعكس أنا صفحتي مفتوحة للاتحاد دائما، والله بالعكس جديدة ولا كانت مشخمطة الباك بورد الأخير هذا مو طبيعي يدرس. شكرا لنايف هزازي سعود كريري.